طيب قول لي مواقف ما تنساهاش، سواء مع الطلبه او مع الاهالي او مع المدرسين، مواقف كده حلوه، مواقف صعبه، مواقف كتير. لا صل على النبي، مطالبه كتير قوي. قول. يعني كذا مره يجي رحله يعمل حاجات مش كويسه. اه. برضو تعمل نفسك مش واخد بالك. لا اضرب. تضرب. وبعدين الباب ده كان صغير قوي. اه. افتح الباب واخش بالعصايه الكبيره. اه. واروح له من ورا، ارمحهم لبره. على بره. الصبح عرفتكم. عم سيد. احنا ثانوي يا عم، ثالثه ثانوي. ايوه ما تضيعش مستقبلنا. عم معروف. احنا اللي هنقوله في المنازل هنقول في بس عاوزين المنازل بينا. بالظبط. والله مش ما شفتكش انا خلاص. بالظبط ده جدع. والله بقول لك يا حاج محمد جدع يا عم سيد، والله الجدعانه دي ما اشتكيت التلميذ. طب مواقفك مع اولياء الامور او الاهالي؟ هو ما فيش حاجه اكبر من انهم مأمنين مع عليك لضناهم، سايبين لك عيالهم. ربنا ولا الامور بيعدون عبادة ما شاء الله. واحد ربنا صلي على النبي. مساء السلام. رئيس مجلس اداره. اه. والله كذا مره مسكت بقول له ما فيش عم سيد، ما فيش مدرسه تمام. الله. وحياة من عند ربنا والله. ما هو عم سيد احنا ليه دورنا عليك في اهالينا وجينا؟ من الصيت والسمعه. وحياة ربنا ده من عند ربنا يا استاذ. بالظبط. والله. اصل القبول والمحبه دي ما حدش يشتريها من عليها. والله العظيم انا مليون مره اتعرض علي الكلام ده. رفضت ابدا. ده حظنا. بس لما جاء البت كده الحبايب الصغيرين قلت له يا بنت انت حفيد تجدي. ما شاء الله. انت كنت حفيد والله ما ده هم جابوا لي هديه النهارده. والنعمه قلت له روح بقى هروح لكم. ما شاء الله. اه والله.